في الأول سنتر أوف جرافيتي فينا فورم أوف فايل لو أنا إنزا فورم أوف إيكوالا تريانجل أوف سايد لينث 12 إز ديستانس فور وان أوف إتس فيرتيسز كولاترال تريانجل لامينا بتبقى اللامينا عند البوينت أوف إنتركسكشن أوف دايجونال سايد لينث ب 12 يبقى الهايت هيبقى بالشكل ده بيقسم البيز نصين هتبقى دي 6 ودي 6 فيبقى السايد ده هيبقى 6 روت 3 بوينت اوف انتركسكشن اوف ميديان بتقسم الميديان لريشيو 1 تو 2 دي 1 ودي 2 يبقى انا هعمل 6 روت 3 على 3 هتطلع 2 روت 3 يبقى الجزء اللي تحت دوت هيبقى 2 روت 3 والجزء اللي فوق هيبقى قده مرتين فهيبقى 4 روت 3 وعايز الديستانس من هنا للفيرتكس يبقى الديستانس هتطلع 4 روت 3 وتبقى الإجابة نمبر بي. السؤال التاني center of gravity of lamina M1 1 ال point بتاعتها 2 و 3 M2 ب 2 ال point بتاعتها negative 2 1 M3 ب 3 ال point بتاعتها 0 1 XG 1 في 2 plus negative 2 في 2 plus 0 في 3 على مجموع الماسز اللي هو 6 هتطلع الإجابة أدي 2 ماينس 4 نيجاتيف 2 على 6 نيجاتيف 1 على 3 واي جي 1 في 3 ب 3 2 في 1 ب 2 3 في 1 ب 3 على مجموع الماسز اللي هو 6 هتطلع الإجابة إيكوال 8 على 6 اللي هي 4 على 3 وبالتالي تطلع الإجابة نمبر A. السؤال الثالث rectangle ABCD ABCD ال AB equal 40 سنتيمتر وال BC equal 60 سنتيمتر ال point E midpoint of AD triangle AB حصل له cut هنشتغل negative mass method ال area الكبيرة بتاع ال rectangle المفروض هتبقى 40 60 2 4 0 0 الاريا الثانيه اللي هي الاريا اوف تريانجل هاف ان بيس في الهايت هاف في 40 في 30 هتطلع 600 يعني الريشيو ما بين الاثنين اريا واحده قد الثانيه 4 مرات 4 ام و ام اللي ما يحصل لها قد فتبقى بالنيجاتيف هنجيب اكس وواي ال 4 ام هتبقى في النص بالظبط على مسافه 30 و 20 النيجاتيف ام بتاع الترينجل هنجيب لها تلاتة فيرتكس البي هتبقى 60 و0 الاي هتبقى 60 و40 البي هتبقى 30 و40 نجمع تلاتة اكس على 3 هتطلع ب 50 تلاتة واي على 3 هتطلع 80 على 3 هنجيب الاكس جي 4 في 30 120 ام ماينس 50 ام على 3 ام هتطلع 70 ام على 3 اللي هتطلع 70 على 3 الواي جي هتبقى 80 ام ماينس 80 اوفر 3 ام على 3 ام هتطلع 160 على 9 المسافة من السي هتبقى هي دي 70 على 3 والمسافة دي هتبقى هي 160 على 9 وتبقى هي دي البوينت جي هو متعلق من السي يعني الفيرتيكال لاين هيبقى اللاين ده الفيرتيكال لاين هو عايز الانجل ما بينه وما بين السي بي يعني هو عايز الانجل دي تان سيتا ايكوال الاوبوزيت على الادجيسنت هتطلع 160 على 9 ديفايدد 70 على 3 تطلع الإجابة equal 16 over 21 وتطلع الإجابة number B. السؤال الرابع find lamina على شكل rectangle AB ب 16 وBC ب 24
B, C, D. 16 و 24 بوينت E موجود على الـ ED، مسافة هنا 18 فالمسافة هنا 6. Triangle ABE is separated. Negative mass method، هنشتغل الـ area الكبيرة. الـ area 1 المفروض إن هي 16 في 24. الـ area 2 بتاع الـ triangle of time 16 time 18. نعمل ratio 24 to 9 هتطلع 8 to 3، يعني الماس واحدة هتبقى 8M بتاع الكبير، واحدة 3M بتاع الصغير، لا هنشيلها فهتبقى بالنيجاتيف. اكس وواي بتاع الريكتانجل الكبير تبقى في النص، نص اللينس ونص الويدث، هتبقى 12 و8. بتاع الترانجل هنجيب التاتا فيرتكس 24 و0، 24 و16، هنا 6 و16، هنجمع تاتا اكس على 3، 54 على 3 هتبقى 18، تاتا واي على 3 هتبقى 32 على 3. هنحسب الاكس جي، الاكس جي هتبقى 8 تايم 12 96 ام ماينس 54 ام على 5 ام، الام هتتشال دي هتطلع 42 على 5 هتطلع 8.4. واي جي نفس الطريقة 64 ام ماينس 32 ام على 5 ام، الام هتتشال 32 على 5 هتطلع 6.4. المسافة من السي، المسافة دي 8.4 والمسافة اللي فوق دي 6.4. دي جي اللامينة suspended from point D، يبقى ال vertical line هو اللاين اللي بيوصل الدي بالجي، هو عايز الانجل ما بينه وما بين الدي سي، يعني عايزين الانجل سيتا دي. اوصل دي كده تبقى دي 8.4 ودي 6.4. المسافة اي بي كلها دي كانت 16، هنشيل منها 6.4 تبقى دي 9.6. تان سيتا هتبقى 8.4 على 9.6، المفروض اعمل شيفت تان تطلع الاجابة نمبر A اللي هي 41 degree 11 minute. السؤال رقم 5، فاين لامينا على شكل سكوير A B C D its two diagonal intersect at point E. A B C D two diagonal intersection at point E. The triangle E C D is separated and fixed over EAB، وتحط هنا شلت M من هنا، ده المفروض ان هما الاربع ترانجل بتبعت M و M و M و M، يعني لو انا بشتغل negative mass method السكور كله كان 4M، شلنا M اللي هي اللي في الترانجل دوت اتحذفت يبقى negative M، بس ثبتناها في مكان تاني اللي هو positive M. شكل سكوير ممكن اخد له سايد لينس وممكن افرضه انا ب2L، فنبتدي الفور ام موجوده في النص هنا، نص اللينس ونص الويدث، فهتبقى الاكس والواي بتاعتها ال وال، والناس اللي حابه تفرض ارقام برضه ما فيش مشكله. النيجاتيف ام هنطلع الفيرتكس دي هتبقى ال وال، دي هتبقى 2L و2L، دي هتبقى 0 و2L. جمعنا الـ x على 3 هتبقى بـ L، ولو جمعنا الـ y على 3 تبقى 5L على 3. ثبتنا على الترانجل اللي تحت ده اللي هو هنا 0 و0 وهنا 2L و0. جمعنا الـ x على 3 هتبقى L، جمعنا الـ y على 3 هتبقى L على 3. xg هتبقى 4ML minus ML plus ML على مجموع الماسس 4M، هتطلع الإجابة equal
دي هيتشالوا مع بعض كده وهتطلع الإجابة إيكوال ال واي جي 4 ml ماينس 5 ال على 3 في ال m بلس 1 على 3 ال. لو جمعنا الكلام ده على 4 m تطلع الإجابة أدي نيجاتيف 4 على 3 أدي 12 على 3 تبقى 8 على 3 ال، والام كده كده هتتشال. ده الجزء الأول في السؤال. بيقول لي بعد كده إن اللامينة is suspended from point A، عايز الأنجل ما بين ال AB وما بين ال vertical. اللامينة suspended from B، عند الشكل بتاعه suspended from A sorry A B C D. الجي بتاعتي المفروض المسافة بتاعتها هنا L، والمسافة دي 8 على 3. suspended يعني ده ال vertical line. الأنجل اللي هو طالبها ما بين ال AB وال vertical الأنجل سيتا اللي هنا tan سيتا هتبقى 8 على 3 L over L، فهتبقى tan 8 على 3. المفروض نعمل شيفت تان ل 8 على 3 لو عملنا شيفت تان 8 على 3 شيفت تان هي دي سوري اللي فيها غلطة في الحسابات، هي دي 8 على 12 مش على 3، 8 على 12 حسابات أنا بس اللي غلط. أنا هرجعها تاني 4m minus 5 على 3 plus 1 على 3 هتطلع negative 4 على 3، هتطلع 8 على 3 على 4 هتطلع 2 على 3 اللي هي 8 على 12 2 على 3. لو عملت shift 10 هتطلع الإجابة 33 degree 41 minute، وتطلع الإجابة أو الإجابة موجودة عندي 33 degree و 41 minute، هتطلع هي دي الإجابة اللي موجودة عندي. سؤال رقم 6 find lamina square side length 66 two diagonal intersect at M A, B, C, D. D, M is bisect. At point N, اسمها E. And the triangle E, A, D is separated. D midpoint هنا. وبالتالي side length can equal 66. يبقى side length هنا ب 66 هنا ب 66 ال diagonal بيبقى 66 root 2. عملنا separated ل ال triangle EAD. طيب الأربع triangle المفروض الكبار بيبقوا قد بعض، ده اتفصل نصين، دي الريشيو بتاعتها ام ودي الريشيو بتاعتها ام، دي هتبقى 2 ام ودي هتبقى 2 ام ودي هتبقى 2 ام. يعني اللامنة الكبيرة الريشيو بتاعتها 8 ام، فصلنا جزء اللي هو نيجاتيف ام اللي هو الترانجل الصغير اللي هو الترانجل ده الريشيو بتاعته
نيجاتيف. هنحط اكس وواي، اللامنة الكبيرة في النص، فنصها هتبقى 18 و18، اللامنة الصغيرة هتبقى ده 0 و0، السايد لينس دوت هيبقى 0 و36. عايزين السايد لينس اللي هو الاي، الاي عشان نجيبه هو الميد بوينت ما بين الام والدي. الام هنا المفروض ان هي 18 و18 ودي 0 و36، يعني الاي هتبقى الميد بوينت ما بينهم. قانون الميد بوينت، هعمل 18 بلس 0 على 2 هتطلع 9، البوينت اي 9، و18 بلس 36 على 2 هتطلع الإجابة 27، يعني 9 و27، البوينت اي 9 و27. هنجيب البوينت اوف انترسكشن اوف ميديان هنا، نجمع 3 اكس على 3 هتطلع 3، ونجمع 3 واي على 3 دي 63 هتطلع ب 21. كده دي الكوردينيت. هجيب الاكس جي اضرب 8 في 18، 8 تايم 18 ماينس 3 اوفر 7، 141 على 7، 141 على 7، ده الاكس جي. الواي جي طبعا حسابات كلها بالكالكوليتر، التايم 18 ماينس 21 على 7 123 على 7. اللامينة suspended from ال A until get in equilibrium، عايزين tangent ال inclination مع ال AB. زي ما قلنا قبل كده بنعمل شكل جديد اهو، ده يعتبر هو ده اللامينة، هي متعلقة من ال A. ال G هنا المسافة بتاعتها XG 141 على 7 و YG 123 على 7. الشكل ده هو ال vertical line. أنا عايزين الأنجل ما بينه وما بين الـ AB. تاني الثيتا هنعمل 123 على 7 divided 141 على 7، يبقى هتطلع الإجابة 123 divided 141، تطلع الإجابة 41 over 47. الإجابة 41 over 47، يعني الإجابة number C. السؤال السابع، يونيفورم لامينا على شكل سكوير، السايد لينس 8، A B C D، في circular disk length 2 at distance 3 سنتيمتر from ال A وال B C. من ال A B وال B C على مسافة 3 سنتيمتر، لو ده الدياجونال كده، هنا المسافة دي بال 3 والمسافة دي بال 3. في هنا ديسك اتشال، حصل له قط، السايد لينس كله كان بقيت، فانا هقول اللامينة، اللامينة الاريا بتاعتها بسكستي فور، ايه تايم ايه بسكستي فور، الديسك السيرك الريديوس بتاعته بتو، يبقى الاريا بتاعته باي اربعة بتو، يعني فور باي. نقدر نعتبر ده الماس بتاعته، السكستي فور الاكس والواي في النص على، هتبقى على مسافة 4 و 4. الديسك هنا لو أنا قست المسافة دي والمسافة دي، فالمفروض إن هي تطلع 5 و 5. هنحسب الـ XG ونحسب الـ YG. نحسب الـ XG تبقى 64 times 4 minus، عشان دي هيحصل لها cut، 4
باي 5 over مجموع الماسز هتبقى 64 minus 4 باي. هتطلع الإجابة 3.76 approximated 3.76. الواي جي طبعا زيها بالظبط لأنها نفس الكوردينيت، وهتطلع 3.76 وهيطلعوا الإجابة عند نمبر سي. السؤال نمبر 8، برضه سكوير A B C D، سايد لينس بتاعته 40 سنتيمتر، A B C D في هول على مسافة 1 to 4 من الدياجونال. الدياجونال طبعا بيطلع كله 40 و 2، ما دام المسافة 40 و 40 الدياجونال 40 و 2، متقسم ريشيو 1 to 4. 1 to 4 دي من ال 40، يعني انا هقول 1 to 4 السام بتاعهم ب 5، السام بتاعهم ب 40 روت 2. يبقى المسافة 1 دي هتطلع 8 روت 2، المسافة دي هتطلع 8 روت 2، والمسافة الباقية هتبقى 32 روت 2. المسافة الباقية دي كده هتبقى 32 روت 2. الدايجونال بيعمل انجل 45 هنا، يبقى انا لو حسبت دي كده 8 ساين 8 روت 2 ساين 45 هتطلع ب 8، ودي 8 روت 2 كوساين 45 هتطلع ب 8. دي يبقى المسافة دي بقت 62. هنا عملنا هول مساحته 100، السكوير كله 1600، المساحة بتاع السكوير كلها 1600، الاريا ايكوال 1600، ده الاريا 1. الاريا 2 اللي هو هيشيلها ب 100، يعني الريشيو بقت 16 تو 1. يبقى انا معايا 16 ام ومعايا 1 ام، ده اللي هيتشيل 16 ام، ده في النص اكس واي بتاعتها 20 و20، نص اللينس ونص الويتس. الام دي مسافتها، المسافة دي 32 و8، يبقى 32 و8. هنحسب الاكس جي والواي جي من الشكل دوت، هنحسب الاكس جي والواي جي. ادي 720 لما نضرب ماينس 32 اوفر 15، هتطلع الإجابة 19.2 واي جي، هتبقى 16 720 ماينس 8 ام، هتطلع 20.8. اكس جي واي جي لو انا برسم ده كده اهو رسم مصغر، اكس جي بقت 19.2 المسافة دي، واي جي بقت المسافة دي 20.8. هو متعلق من بوينت ايه؟ يبقى ده الفيرتيكال لاين. الفيرتيكال لاين عايزين الانجل ما بينه وما بين الاي بي، عايزين الانجل سيتا دي، يبقى تان سيتا ايكوال 20.8 على 19.2. هعمل 20 شيفت تان 20.8 over 19.2، هتطلع الإجابة 47 ديجري و17 مينت. السيتا هتطلع 47 ديجري و17 مينت، الإجابة نمبر بي. السؤال التاسع، لامينا على شكل ايسوسلس ترينجل اي بي سي، اي بي ايكوال اي سي ب 26، اي بي ايكوال اي سي ب 26 و 26، البي سي ب 20 لما برسم هنا بالبنديكولار بيقسم البيز نصين، يبقى ال 20 دي هتبقى 10 وهتبقى 10.
اي ميد بوينت اوف اي دي، في بوينت هنا اسمها اي ميد بوينت، يعني الاي دي هيتقسم نصين، الاي دي المفروض هيطلع من قاعدة بيثاغورس 26، وهنا تن هيطلع ب 24، يعني دي ب 12 ودي ب 12. الترانجل اي بي سي، اي بي سي از كات، الترانجل ده هيتعمل له كات. عايزين الديستانس بتوين السنتر اوف جرافيتي اوف ذا ريمينينج بارت اند بوينت اي. طيب هناخد اكسس من عند البوينت دي، هناخد الاكسس من عند البوينت دي. الترانجل الكبير كله الاريا بتاعته هاف تايم البيس تايم الهايت، يعني هاف في 20 10 في 24 هتطلع 240. الترانجل الصغير هتبقى 10 في 12 هتبقى 120، يعني الريشيو هتبقى 2m لm، ده بالنيجاتيف عشان ده هيتشال. اكس واي بتاع الترانجل الكبير بوينت اوف انترسكشن اوف ميديان هنجيبها البوينت دي 10 و0، البوينت دي نيجاتيف 10 و0، البوينت A كلها هتبقى 0 و24. نجمع ال X على 3 هتطلع ب0، نجمع ال Y على 3 هتطلع ب8. الترانجل الصغير دي هتبقى 0 و12، البوينت دي 0 و8. الترانجل الكبير، الترانجل الصغير هنجيب البوينت اوف انترسكشن، هنجمع الاكس على 3 هتطلع برضو 0، ونجمع الواي على 3 هتطلع ب4. طبعا كده الاكس جي كده كده طلع ب0 عشان الرقمين دول 0. الواي جي بقى لما نيجي نحسبها هتبقى دي 16 ماينس 4 على 1 هتطلع ب12. هتطلع ب12، يعني هي هتطلع عند البوينت اي بالظبط. هو عايز الديستانس ما بينها وما بين بوينت اي، يبقى ما فيش ديستانس ما بينها وما بين البوينت اي، الديستانس كده ايكوال 0، وبالتالي الاجابه نمبر سي، لان السنتر اوف جرافيتي كده هتطلع فوق البوينت اي بالظبط. السؤال رقم 10، يونيفورم فاين لامينا على شكل ايسوستس تريانجل اي بي ايكوال اي سي، والاي دي هايت اوف تريانجل 45، اي بي ايكوال اي سي، الاي دي هايت 45، ستريت لاين is constructing parallel to the base passing through the center of gravity of the center of gravity عند ratio 1 to 2، فهتبقى المسافة دي 15 والمسافة اللي فوق ب30. رسمنا straight line parallel to the base بهذا الشكل to intersect AB at point E و EC at point F. Then the center of gravity of the quadrilateral اللي تحت اللي هو ال EBCF lie on ED at مسافة at the distance نقط from the point D. طيب هاخد ال axis عند ال D في المرة اللي فاتت، ال axis عند ال D، وبالتالي أنا عايز أجيب ال center of gravity بتاع الجزء اللي تحت، كأن بقول إن أنا عندي ترانجل كبير والترانجل ده كأنه اتفصل منه. الترانجل الكبير هاف البيس في الهايت، البيز اللي هي البي دي هاف البيس كلها هتبقى بي سي في الهايت اللي هو المفروض 45. الترانجل الصغير هتبقى هاف البيز اللي هي الاي اف في الهايت اللي هي المفروض هتكون 60. الهاف هيتشال مع الهاف، يبقى الريشيو 45 ل 60 نقسم على 15 تبقى 3 بي سي، وهنا 2EF. العلاقة ما بين الـ BC والـ EF في سيميلاريتي من الترانجل الكبير مع الترانجل الصغير، الترانجل ABC سيميلار مع الترانجل AEF، يبقى الريشيو ما بين السايدز لو خدنا سايد من الكبير AB على AE، لو خدنا سايد BC على EF كمان ايكوال الهايت بتاع الأول الهايت بتاع التاني. الهايت بتاع الترانجل الكبير
45 الهايت بتاع الترنجل الصغير 30، يعني الريشيو هيطلع برضو 3 to 2. يبقى اقدر احط البي سي بال3 فتبقى دي 9 والاي اف تبقى دي ب4، يبقى الريشيو 9 to 4. الريشيو 9 to 4 بحط لهم بقى الاكس والواي بتاعتهم، دي ام ودي 4 ام ودي اشاره نيجاتيف. الناين بتاع الترنجل الكبير عند البوينت اوف انترسكشن اوف ميديان هتبقى على الاكس ب0 وعلى الواي ب15، الفور ام هتبقى على البوينت اوف انترسكشن اوف ميديان الاكس ب0 والمسافه دي هتبقى ب10، يبقى لما اقيسها من عند الدي لحد البوينت اوف انترسكشن دي هتبقى المسافه كلها ب25. طبعا الاكس جي كده كده ب0، الواي جي بس هي اللي هتطلع 9 في 15 ب135 ماينس 100 على مجموعهم اللي هو 5، 35 على 5 هتطلع الإجابة equal 7، وبالتالي الإجابة هتبقى number C. السؤال رقم 11، لامينا uniform thickness and density and the form is circular disk whose center is the origin and radius 24. يبقى عبارة عن disk center بتاعته ال origin والradius بتاعته ب 24، يبقى الديسك الكبير ال area بتاعته باي في 24 باور 2، والسنتر بتاعته x وy هو قال لي 0 و0. في 2 ديسك، الأولاني السنتر بتاعته نيجاتيف 2 ونيجاتيف 12، والريديوس بتاعته 4، يعني الأريا بتاعته بقت باي في 4 باور 2 اللي هي في 16، والتاني ب6 و10 السنتر بتاعته والريديوس بتاعته ب12، فهتطلع باي في 12 باور 2 اللي هي 144. الاتنين دول كات، يعني الاتنين دول بالنيجاتيف. الريشيو كده ممكن نشيل الباي مع الباي مع الباي ونقسم على 16، تبقى هنا نيجاتيف ام نقسم على 16 يبقى 24 باور 2 على 16 هتطلع 36، والأخيرة دي divide 16 هتطلع ب9، يبقى negative 9، ده الريشيو اللي موجود. لما نيجي نجيب ال XG هنضرب 36 في 0، negative m في negative 2 فهتبقى 2m، negative 9 في 6 negative 54 على مجموعهم ب 26، يعني دي هتطلع negative 52 على 26 هتطلع نيجاتيف 2. واي جي نفس الكلام، دي هتبقى بزيرو، نيجاتيف ام في نيجاتيف 12 هتبقى 12 ام، نيجاتيف 90 ام على مجموعهم ب 26، الاثنين دول مع بعض هيطلعوا 78 بالنيجاتيف على 26، والام كده كده بتتشال، هتطلع الإجابة بنيجاتيف 3، يعني الإجابة هتطلع نمبر دي.